جماعه شني احوالكم؟ اني بشرى واليوم جيت باش نحكي لكم على يس بروغرام كيما طلبتوا مني المره اللي فاتت. اما قبل ما ندخل في صلب الموضوع عندي كيلكو رمارك باش نقولهم للعباد اللي يسالوا فيا على الباك فرونسي، ان شاء الله يكونوا حاضرين معانا اليوم. اني اسمي بشرى بوغرانزينا، مانيش انستيتو فرونسي، مانيش كامبيوتر فرانس، مانيش ليسي بيير مونديس فرانس، مانيش ليسي جوستاف فلوبير، مانيش وزاره التعليم. اني شخص انسان عادي، جيتي دون اون سيغتان سيتواسيون، جافي ان سيغتان باركور، عديت الباك فرونسي دون سيغتان كونديسيون، حكيت لكم عليهم اون ديتاي في فيديو طولها نص ساعة. سألتوني سؤالات بعتالي، جاوبت في لي كومنتير، جاوبت عملت كيو ان اي سور انستغرام، واللي نجم نجاوبهم في لي ميساج جاوبتهم. اكثر من هكا اقسم بالله لا نجم نزيد نقول حتى حكايه. سيل فو بلي اريتي دو مي انفوي دي ميساج اي دي ميل كي سون سوا ترو فاغ. كيفاش قريت؟ كيفاش عملت؟ كيفاش نجمت؟ مش نحكي لك حياتي في عام في ميساج، والا كي سون هايبر سبيسيفيك نتاع اني من تونس وجيب سيز ونقرا في المغرب ودا شنو ونحب ما نعرفش. الحاجه الوحيده اللي نعرفها هي اني شنو عملت، اني قريت دوزيام وبعد ثوازيام وبعد اللي خرجت، والحديث هذا كل اللي حكيته في فيديو. Et voilà, arrêtez de croire que c'est moi et uniquement moi qui va répondre à vos questions. Et n'attendez comme les références au col, attendez comme l'Institut français, le site m'taihom, شنو الروبريك اللي تدخلوا لها، عطيتكم حتى اسامي في كل فيديو هذيك، كل شيء موجود في الديسكريبسيون بالرسمي. اكثر من هكا ما نجمش نعاونكم في حتى شيء. Arrêtez de croire que وانتم قاعدين في الدار تبعثوا في دي ميساج ودي ميل باش تحلوا مشاكلكم الكل وباش تلقاو كيفاش تعملوا. امشي وكيما مشيت اني، حتى اني عملتها راهو ما عاوني حتى حد وما جا حتى واحد قال لي كيفاش نعمل. امشيو انتوما بربشو، امشيو للبلايص هذوما، امشيو كومبوس اسالو، امشيو لانسيتو فرونسي اسالو، ادخل لي روبريك، اقراو السيت تو سامبلومون. وكاهو حتى منين قريت ومنين جبت لي كور حطيته لكم في الديسكريبسيون تاع الفيديو هذيك. بالحق جوني غالبول من لي ميساج ومن لي كيستيون كي سون ديجا ريبوندو، والا كو اني بالحق ما عنديش حتى علاقه بها. مانيش ادمنستراسيون، مانيش نخدم عند الكومبوس ولا عند لانسيتو فرونسي باش نجاوب على دي كيستيون كي سون بالحق هايبر سبيسيفيك، واني ما يعنيونيش. اني عملت الفيديو هذيك pour vous raconter une expérience. Je l'ai raconté car ça correspond à votre situation, profitez. كان هذا كورسبون با فوتر سيتواسيون اني ما نعرفش. فوالا تويك انا حنا الحاجه هذيا مثنيا نتلاو بالياس بروغرام تاعنا. الياس بروغرام اللي ما يعرفوش سي ان بروغرام ديشانج يوث اكستشينج اند ستادي بروغرام، كينيدي لوغر يوث اكستشينج اند ستادي بروغرام، اللي هو موجود في تونس، موجود في المغرب، موجود في مصر، موجود في الاردن، موجود في البحرين، موجود في السعوديه، تنحى من اليمن يظهر لي، وفي برشا بلدان اخرين في العالم، في اوروبا، في اسيا، في ساوث امريكا، ايفريوير. البروغرام هذا يتمثل في انه ليليف يخرج يقرا في امريكا عام، يعيش مع فامي داكوي، يقرا في امريكان هاي سكول ويعمل بلوزيغ اكتيفيتي عام، يدوم 10 شهور من اوت لجوان. تونس البروغرام هذايا مجعول لليزيليف دو بروميير اي دو دوزيام اني سكوندير، معناها من غير ما تجيو تقولوا لي اني نقرا ثوازيام ولا اني نقرا ثوازيام، بروميير ولا دوزيام اني سكوندير. لو انا كل شهر لكم فيديو نحكي لكم فيها كل شيء من سيليكسيون للعام هذا كيفاش يصيروا كل كيا، من بعد نلقاها بشده فيديو طويله على الاخر. يا اخي قلت خلينا نحكي لكم على السيليكشن بروسيس، هذيك اكثر حاجه سالتوني عليها، ومن بعد يقرب العام باش يبدا كل كيا تنحكيو بالضبط على الديتاي نتاعو. سيليكشن بروسيس الفو سافوار اللي هي الفاري من عام لعام، كل عام وقتاش يظهر لهم باش يحطوا الديدلاين، فاش ينظموا لي تيست ايتترا. بالطبيعه اني باش نحكي لكم على السيليكشن بروسيس اللي اني مريت بها. سيليكشن بروسيس في تونس بيدين لاميديست، فما اميديست في تونس، اميديست في سوسا، فما اميديست جدا في مستير، في صفاق سو سي با سور. دونك لاميديست هي اللي لاهيه بالياس بروغرام في تونس، هي اللي تاخذ لي دوسيي دي كانديدا، هي اللي تعيط لهم، هي اللي تعمل لي تيست اورو لي تيست اكري، وهي اللي في الاخر باش تخرج 30-35 كانديدا اللي هما صايي نجحوا في الياس بروغرام وباش يمشيو لامريكا. دونك من الاول بكل فما برشا عباد هو ار غانا ابلاي. اللاميديست باش تهبط بالطبيعة في السيت نتاعها وفي الباج نتاعها اللي يلزمكم تمشيو لهم، على خاطر هما اللي عندهم الأوراق الكل، هما اللي عندهم البروسيدور أدمينستراتيف الكل، باش يهبطوا يقولوا فوالا العباد اللي يحبوا أبلاي فور ليس بروغرام جيبوا لنا لي دوسيي ولا تفاكسيو لنا دوسيي فيه سا إي سا إي سا إي سا بولتان فورمولير باش يتعمل حاجات كيما هكا. وقتها لاكسبتاسيون دي دوسيي بدات زون سبتمبر سبتمبر أكتوبر، والديدلاين معناتها يتسكروا القبول الدوسيي فان ديسمبر ديبي جانفيي. دونك فوز افي بلان دو طون باش تحضروا الدوسيي صغرون هذايا وتهزوه لاقرب اميديست ليكم. اميديست ياخذوا هالي دوسيي هذوما كل الكيان، بعدين يبداو يكلموا في العباد بالتليفون باش يقولوا لهم وقتاش يجيو يعديو اول تيست. بويسك
باسكو المره الاولى برشا عباد معناتها بعثوا دي دوسي عداو معناتها دي تيست على بليزيوغ جورني. كل مره نمشي وحكيت 40 واحد. بروميير تيست سيتي ان تيست اكري دي كيستيون لانجويج جرامر كل شيء. اذا كان باهي في الانجلي نتاع الليسي معناتها تعرف تصرف فيرب وتعرف معناتها جمله تعرف تحط ادفيرب في جمله نتصور تسلك روحك. فما كيستيون دي ما يسالوا هي العباد اللي هي كيفاش تحضر. راهو مش اكزاما وماهوش كونكور ولا حكايه, سي جوست ان تيست. اني ما حضرتش حتى كلمه حتى كلمه. ما تحضروش, امشي واثقين في رواحكم متفائلين وفرحانين واقعدوا قدام الورقه وركزوا. والحاجه اللي يعجبك في الانجلي راهو الجمله كي تبدا غلطه الادفيرب مش في بلاصتو تحس بيه معناتها. دونك فوالا, مفيش حتى تحضير, مفيش حتى طريقه باش تحضر معناتها. il faut juste de la confiance et de la concentration. vous passez le premier test ça va permettre de faire une certaine sélection. donc باش نقصوا عباد والمره الجايه لما نجي باش نتكلم باش تعيط الاقل عباد اللي ما كلمتوش بطبيعه ما تعديش. المره الثانيه مشينا عندنا دي انترفيو بظهولي بعد بجمعة معناتها ما قعدوش برشا. انترفيو انديفيدويل انترفيو ان جروب. في الانترفيو انديفيدويل سالوني سؤالات على البيرسوناليتي نتاعي, شنو اكثر حاجه نحبهم في روحي, اكثر حاجه نكرههم في روحي, شنو هو السر في نوتاتي الباهين, شنو نعمل في وقت الفراغ اكسيتيرا اكسيتيرا. نصايحي للانترفيو انديفيدويل, بي يور سيلف, دونت فيك ات, let the words flow out of your mouth, don't be so worried over speaking perfect English ولا sounding complicated and smart. Be simple, just say whatever is on your mind, laugh, make it seem like you're enjoying this interview. معناتها ما تحسسهمش انت معناتها ستريسي وكريسبي وكان ويت باش تخرج من غاديك. لا, احس روحك معناتها قاعد في قهوه مع زوج عباد محلاهم ديجا باش يكونوا, واحكي معاهم وتبدل معاهم اطراف الحديث كيما نقولوا. بي انجاج توا engage toi dans une conversation, ما تخليهاش هكا ترو ميكانيك, هو يسألهم تجاوب وما يسألهم تجاوب وتبدا هكا معناتها جابد روحك وخايف. خليها هكا كاينها round table discussion, you know. هذه الانديفيدوال انترفيو, من بعد في الجروب انترفيو speak, don't be silent, تقول يا يا وماشي مع الفلو. speak, ne ratez pas la chance à parler pour vous faire remarquer. على خاطر انتم c'est un groupe و فما اون ولا دو بيرسون كي سون ا كوتي كي ريغارد معناتها لا ديسكوسيون اللي قاعده تصير بيناتكم بوندون ان كاردور واللي بعد باش يحكموا عليكم. دونك انت اذا كانك باش تقعد دون ان كوان والعباد يحكيو انت جوست تسمع فيهم باش يحكيو وتقول اي اغري ولا اي ديسغري وما تحكيش, معناتها ماكش يو نوت غانا ستاند اوت و يو نوت غانا بي شور تو بي سيلكتد. فك البارول تربيا, قول اكسكيوز مي بات اي دونت ثينك سو, اكسكيوز مي بات اي دونت اغري, اكسكيوز مي بات ذيس از ا ديفرنت الترناتيف. واعطي راي واحكي, قول حكايه خويا قول حكايه. وتنجم زاده اذا كانك دون اون سيتياسيون كونفورتابل معناتها في الانترفيو لقيت روحك لاقي روحك مع جماعه, تنجم تعمل طيب موف وتمشي لواحد عاقل وساكت تقول له شبيك ما حكيتش, what do you think, كوم كوا تنجاجي في الكونفرساسيون وهكاك بالحق تكون مارست اداب الحوار على اقصى درجات. الانترفيو هذوما سافا بيرميتر تو سيليكسيون لي انترفيو, سي تري امبورطون على خاطر بالحق ابخي تو ماهوش لونجلي اكري لا جواب تاع لي انت في لي تيست كي لو بلوز امبورطون, سي تا فاسون دو بارلي, تا فاسون دو تيكسبريمي, تا فاسون دو بونسي. زاد على خاطر لي انترفيو ان جروب سي بور دوني دي اوبينيون اوتور دو سوجي اللي عاملين كونتروفيرسي. بعد لي انترفيو هذوما ولينا نعدو في تونس على خاطر صاي قريبتو في السيليكسيون ونمبر صغر في تونس. عدينا توفل جونيور, اني وقت مش نعدي في توفل جونيور ما في باليش لاني شنو عندي توفل جونيور, دوكو ما حضرتش حتى كلمه. سي نورمال, ما تحضروش, ماهيش سوبوزي اكزام عنده تحضير راهو لي تيست نتاع الياس بروغرام. عندنا توفل جونيور اللي هو يقعد 4 على 5 سوايع ظهر لي وقتها ديجا نيتي فريمون تري بلو 50 بالك 60 واحد. ومن بعد داك شي فرد نهار ولا منو غدوه عندنا لي انترفيو, انترفيو العاده انديفيدويل وانترفيو ان جروب. في الانترفيو انديفيدويل نذكر في الجوري فما ياس الومناي اللي هما يعني مشاو في الياس بروغرام قبل, وراهو لي جوري نتاع لي انترفيو ناس بحبوحين وناس ملاح وتشيرفل وبالحق يحسوا راحة ومتحسوا لحك خيسبي ولا ستخسي حتى طرف. دونك بروفيتي, نتصور باش يعطيكم دي سيتواسيون معناتها دي سيتواسيون غيال اون فادير اللي نجم يصيروا لكم في امريكا مع الهوست فاميلي نتاعكم ولا في الهاي سكول نتاعكم, مش لا تنجم تصير لكم ويسالوكم كيفاش تتعاملوا معاها. كي العاده, بي يور سيلف, بي كونفيدنت, دونت بي افريد تو تيك سم تايم تو ثينك, دونت بي افريد تو اسك اف يو دونت اندرستاند ذا كويشن, بي يور سيلف. في الانترفيو ان جروب كي العاده نفس الحاجه, ان سوجي كي العاده باش نتناقشوا فيه وباش نخرجوا بكونكلوزيون. في الانترفيو ان جروب ثاني بيسكو لا سيليكسيون معناتها صايي باش تشوفها والناس اللي كنت تحب
تفك بلاصتها. It was hectic. معناتها برسمي عباد الكل تحب تحكي، عباد الكل تحب تفرض عليها. Don't kill عادات. Don't be afraid to stand up, to speak, to say your opinion confidently and to try to convince people. العباد اللي قاعدوا in the shadows, everyone else على جنب وفي تركينا متخبين وما يعرفوا كانوا يوافقوا ولا بطبيعة ما شفتهمش مبعتالي quand on était sélectionné. Donc speak. Voilà, du coup, هذه هي selection process كيفاش صارت عامتها. Donc اني puisque مشيت 2014-2015 selection تاعي بدات في 2013 octobre 2013 octobre 2013 قدمت الدوسيي تاعي في janvier كلموني باش يقولوا لي نمشي. عديت لي تيست زون janvier février mars ما جاء مارس كان ما ساي سيليكسيون فيت ونعرفوا شكون ماشي. وبطبيعة عندنا 3-5 بيرسون في ليست داتونت. وقتها بداو البي دي اوز. البي دي اوز هما البري ديبارتشر اورينتيشن. فما بري ديبارتشر اورينتيشن في صلاعه الربيع وبري ديبارتشر اورينتيشن الاخرانيه اللي هي في الصيف في جويي. وبعدالي خرجنا دو جروب. جروب خرج في 5 اوت وجروب خرج لو 29 اوت. ظهر لي بالنسبة للتحذير معناتها العام هذا في البري ديبارتشر اورينتيشن يعلموكم كل شيء، يقولوا لكم كل شيء بعد ما تعمل سيليكسيون، بعد ما تلهي بيكم كم يلفو في تونس ابخي تو باش تمشيو لغاديكا. وعندكم بليسمنت اورجانيزيشن اللي هي الاورجانيزاسيون باش تحطكم في بلاصة معينة، خاطر ماكوش باش تختاروا، يحطكم في بلاصة معينة في امريكا باش تختار لكم هوست فاملي، هذيك اللي باش تلهي بيكم غاديكا. هذا الكل تنحكيو عليه بطبيعة كيش نعملوا البارت 2 علياس بروجرام. So this is the selection process to conclude. فما ديز انترفيو اللي هما سون تريز امبورطون، سون بلوز امبورطون كو ليكري. دونك في الانترفيو هذوما لازمكم تبداو مرتاحين، لازمكم تبداو اونيت سانسير، ما تكذبوش، ما تجيبوش حكايات ما صاروا لكمش، لازمكم تحكيو، ما تكونوش تقعدوا ساكتين، لازمكم تكونوا اليز كونفيون. فماش تحضير لليكري. Stop calling it exams وكل شيء. مش exams، sont des tests d'anglais très simples. لا تحذير لحد شيء، juste امشيو avec confiance وكونوا concentrés. Pas plus. Yes, selection process for all the information. على اللي دوسي شنو فيه مقتشي تهزوني تهزو كل شيء. تدخلوا للسيت متاع Amidist تينيجا، ادخلوا للسيت Yes Program تينيجا، تلقاو زادة ديجا حكايات متاع الومناي، تلقاو plusieurs articles انتريسون. حطوا جيم في باج ليس بروغرام تونيجا، حطوا جيم في باج لاميديس تونيجا، وهما بالحق لي سيت نتاعهم سون كومبلي وكل شيء موجود غاديكا في وقته. فوالا، ان شاء الله نكون عاونتكم كيما طلبتوا مني. بيزو بيزو اي على لا بروشين.